هاي الخريطة وهذا التشنج بين أبناء البيت الواحد بالبيوت السياسية. عندك الكرد عندهم مشاكل بس ما يطلعوها للعلن، يعني يلعبون سياسة أحسن واضح من يعني أحسن من الجماعة. أي نعم بالتراتبية البيت السني ما كان إلى صوت بكل هاي الأزمة، هسه يلا طلع حسة. أما طلع البيت الشيعي فصوته صوته عالي، البيت الشيعي أي بخلافاته أي نعم كلش، ورأس الرمح بائتلاف إدارة الدولة هم. ماذا لو اعتذر السيد السوداني؟ طبيعة شخصيته مثل يقولون المقربين عليه، شخص قوي، شخص حدي، شخص ممكن يرفض كل هاي ويقول لك انا زاهد بالمنصب، عمي ما اريده، يطلع للشعب يقول لهم ترى هيك ويتسووا بي. تدري ايش يسوي للشعب؟ يسوي زعيم وطني. لا هو لن يعتذر، لن يعتذر، لن يعتذر. وهو على قدر المسؤولية. هسا أنا مو أريد أتحدث عنه، أنا ما لي علاقة به، ولا أريد أسوي الجو وردي. لا شيلي من معرفتك. أي ولا أريد أسوي الجو وردي زين وأقول إحنا قادمين على ثورة جدا كبيرة. لا 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 لا، الرجل أمام تحديات خطيرة جدا وصعبة، وعده سنة ونص، وعده سنة ونص. أولا تحديات في التعامل مع القوى السياسية، سنة ونص، سواء كانت السنة أو الشيعة أو حتى الأكراد. انتخابات، ماكو انتخابات عمي، لغت انتخابات بعد، انتخابات مبكرة لغت بعد. زين خليه يكمل. إيه استاذ، امام تحديات تعامله مع القوى السياسيه، تعامله مع الحكومه القادمه، تعامله مع كيفيه هذه التركه الكبيره جدا من ملفات الفساد الخطيره اللي بدات تظهر. عنده تحدي اخر هو تحدي التاثيرات الاقليميه والدوليه على ملف العراق. شلون راح يتعامل وياه؟ هذه هو امام تحديات جدا خطيره، الله يكون بعونه حقيقه. ندعو له بالتوفيق. لكن اللي شيء الايجابي اللي امام السيد السوداني هو وجود دعم دولي إلى المجتمع الدولي كله وراه يقف وياه، وارسلوا له رسائل واضحة بأننا نقف معك وسوف ننجحك. لا ما قالوا له هيك، قالوا احنا مع الاستقرار العراق. لا وإذا كان منهاج السيد السوداني مع يعني يزرع نوع من الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالعراق فنحن داعمين إلى، أما إذا كان لا، لا هم مو داعمين. أنا أقول لك هم داعمين له، لأن هم داعمين لاستقرار العراق وليس للزيد السوداني. إيه هو منو راح يخلي استقرار العراق؟ هو السيد رئيس مجلس الوزراء، هو راح يخلي استقرار لهذا البلد. ليش؟ لأن المجتمع الدولي لازم العراق يستقر هالمرحلة. أكو أزمة طاقة طبعًا، أكو سوء طاقة. واحد. لذلك هم ليش أقول لك مع استقرار العراق مو خلص. مو داعمين للسيد السوداني. لا 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 مو شك شخص. لا 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 لا. المكلف من قبل إطار التنسيق رئيسا للحكومة. هم داعمين لمن؟ داعمين لاستقرار العراق بواسطة السيد رئيس مجلس. ما عنده غير خيار، لأن هو هذا المكلف الوحيد. أحسنت، هسه أنا وياك اتفق معي. عندنا الوضع الإقليمي، الوضع الإقليمي يعني الوضع المحيط بالعراق الغالب مالته متفق معه، لكن عندنا شوية في دول الخليج عندنا يفد إشكالات، هاي الإشكالات تنزال بالزيارات بالكذا، شوية الوضع مربك. هسه نجي على الداخل. مهد الطريق. لا مهد الطريق لهاي القوى السياسية. ايه نعم. وسوى علاقات نجي على الوضع الداخلي. ايه؟ الوضع الداخلي الإطار كله وياه. هسه نعم ربما اكو بعض الإطار مو كله وياه. لا مو كله وياه. لا منو مو؟ لا نحشي بالعموم. يعني ما اريد اخذ كتلتين بالإطار. خلينا كتلتين بالإطار. خلينا اكمل. خلينا إدارة الدولة. يعني ما مشاركه ويا الحكومه. خليني اكمل وانا صراحه اوصل لك الصوره. اريد احكي عن الدعم. صراحه اوصل لك الدعم. الحكمه داعمين يعني حضرتك النصر داعمين. يعني السيد العبادي ائتلاف النصر ما داعم السيد السوداني؟ لا داعم داعم. هذا اللي قلت. السيد الحكيم ما داعم السيد؟ داعم. لا سيد لا وضحت الفكره. السيد الحكيم الرجل قرأ الواقع تماما، انه هذه الحكومه امام مطبات خطيره وكبيره جدا بالمستقبل. لذلك هو رفع اول واحد، رفع الرايه اول واحد، ولحق به الدكتور العبادي. زين. وكان يقرا الواقع ويقرا المستقبل بصوره واضحه ودقيقه، وهو عنده قراءه جدا محترم لهذا الوضع. لذلك قوى الاطار تريد ان تنجح السوداني من باب هذا نجاح لها، لكون هي مرشحته ومتفقه عليه تماما 100% انه هي هذا مرشح للاطار. اثنين تحاول ان تهدئ الشارع. ثالثا تحاول ان تقنع شريكها اللي هو من هو؟ السيد الصدر. تحاول ان تقنع، تقول له يا بتر احنا جايين نرطب الاجواء ونهدئ الوضع ونرضيك، شو تريد انت؟ نحاول نمشي الامور. يعني دي فبالتالي اللي يصير الان مو استئثار ابدا. لا لا هو عباره عن تشكيله. هاي الحكومه ترى هذا متعارف عليه، وهذا هو العرف السياسي اللي احنا اعتمدناه من سنه 2003 الى اليوم. اي مشاركه الكل، بس هالمره مشاركه الكل عدا السيد الصدر اللي عنده اكبر قاعده جماهيريه باحزاب الاطار التنسيقي. خلاص احنا لا باحزاب احزاب الاطار التنسيقي. لا ليش حزب حزب؟ لا ليش لا لا. اولا عندنا احنا السيد الحكيم
عندنا عدة تنظيمات مهمة جدا، كذلك عندنا السيد المالكي، عندنا كذا ما سموه أرض ماريد، عندنا كذلك الصادقون، كذا كل هالكتل لديها جمهور مهم ومحترم. زين.